نروح نشوف أهم العناوين في الصحف النهاردة. الأهرام، الأهلي يعود للتدريب في التتش استعدادا لمفاق الصيف. كارتيرون ثقتي بلا حدود في اللاعبين وعودة المصابين قوة إضافية. الأخبار، الأهلي مزاجه عالي قبل مواجهة وفاق. الجمهورية، الأهلي في الجزائر بالقوة الضربة. الأخبار المسائية، الأهلي يستعيد قوته عودة الخماسي وانتظام الدوليين يسعد كارتيرون قبل رحلة الجزائر. روزا اليوسف، تحذير للأهلي خلي بالك من ملعب النار. الوفاق رهيب على ملعب 8 مايو وكارتيرون يتسلح بالثقة وعودة المصابين. المسا، مضاعفة المكافآت سلاح الأهلي للفوز على وفاق سطيف. كارتيرون، اللاعبون متحمسون واللقب الأفريقي على بعد 3 خطوات. الجمهورية، طبيب الأهلي لا خوف على سليمان من الترتان.